بسم الله. محاضرة النهاردة من أهم محاضرات الكورس. عاوز الناس تركز. المعلومة اللي هنقولها في بداية المحاضرة هنرجع نستفاد بيها في نهاية المحاضرة. المحاضرة عن probability في الـ AI. probability اللي أنت درستها قبل كده في الـ statistics أو في أي مادة تانية إحنا هنستفاد بيها النهاردة في الـ AI. تمام؟ هنستفاد بيها في إيه بالظبط؟ لو عندك بروبلم زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي، في عربية صحيت الصبح تدور عربيتك ما اشتغلتش، ايه احتمال او ايه المشكلة اللي عندك في العربية دي؟ تعتقد بيبقى فيه مشاكل كتير صح؟ فهنفرض مثلا ان العربية دي البطارية هي اللي فيها مشكلة صح؟ طب ايه نوع المشكلة اللي ممكن تواجه البطارية؟ ممكن تلاقي البطارية يا اما ماتت خلاص هي باظت، يا اما البطاريه دي مش مشحونه عاوزه تتشحن صح؟ طب لو البطاريه ديت عاوزه تتشحن يبقى احتمال ايه اللي بايظ؟ يا اما الالترنيتور مثلا بتاعها اللي هو الدينامو مكسور ولا حاجه، يا اما السير اللي بيوصل الدينامو للبطاريه مكسور صح؟ تمام. طيب هو احنا ممكن نعمل اختبار للبطاريه عشان نقدر نحدد المشكله بالظبط؟ ممكن تعمل اختبار للبطاريه عن طريق ايه؟ يا اما انت عارف عمر البطاريه، انا جايب البطاريه ديت من سنتين فهي اكيد ماتت خلاص، او ثلاث سنين، انت عارف مثلا نوع بطاريه انت دايما لما تجيبه بينتهي بعد ثلاث سنين مثلا او سنتين، هو عمرها كده. يا اما تجيب الباتري ميتر وتعمل تشيك صح؟ دوت اللي هم بيسموه الايه؟ دايجنوز. تعمل دايجنوز للايه؟ او تعمل اختبار للبطاريه. تمام؟ دي اول مشكله، يبقى ممكن فعلا المشكله تكون من البطاريه. والبطاريه بس ليها احتمالات كتيره قوي. وممكن المشكله تكون من ايه تاني؟ من حاجات تانيه غير البطاريه، على سبيل المثال من الزيت او من ايه؟ من البنزين. ممكن يكون في مشكله في الزيت، وممكن يعني ما فيش مشكله خالص في البطاريه، ممكن يكون في مشكله في الزيت، ما فيش زيت في العربيه، وبعض العربيات لما فيها زيت ما تشتغلش، ما تقدرش تشتغل. تمام؟ او الزيت ناقص عند رينج معين، او البنزين. ممكن يكون العربيه ما فيهاش بنزين خلاص، انسى. تمام؟ يبقى عندك حاجتين كمان ممكن هم يكونوا سبب البروبلم. طيب هو احنا ممكن نعمل تشيك ليهم برضو نفس القصة، ممكن نعمل دياجنوز ليهم. ممكن عن طريق ايه بقى؟ عن طريق يا اما الاويل لايت يا اما الجاز لايت صح؟ نشوف كده اللمبة بتاعت الاويل. ده فعلا اللمبة بتاعت الاويل مدياني الارم مثلا او منورة احمر مثلا، ده معناها الزيت ناقص، او اللمبه بتاعت او المؤشر بتاع البنزين مفيش صح؟ يبقى احنا البروبلم الاولانيه بتاعت البطاريه عملنا لها اختبار بالباتري ميتر، انما الزيت عملنا له شفناه من الاويل لايت، والبنزين شفناه من الجاز لايت. بس افتكر الكلام ده دقيق؟ لا، ده انت ممكن تكون البطاريه هي اللي عامله مشكله في الاويل لايت والجاز لايت، يعني اللمبه مش منوره لان البطاريه بايظه، فممكن يكون في مشكله فعلا في البنزين وانت ما تعرفش، او في مشكله فعلا في الاويل لان دي طبعا هي الواقعيه شويه، لمبه الزيت مش منوره، لمبه زيت مش منوره بس في مشكله في الزيت. طب هي ما نورتش ليه لمبه الزيت؟ لان البطاريه كمان بايظه. فتحس ان المشكله ايه دلوقتي؟ متداخله كومبلكس. احنا دلوقتي عندنا نوع جديد من المشاكل غير المشاكل اللي احنا اخذناها قبل كده. المشاكل اللي احنا اخذناها قبل كده كانت واضحه، الستيتس الانفايرمنت فولي اوبزرفد زي مشكله الجراف سيرش تمام، او النافيجيشن. انت عندك مدن، والمدن معروفه والطرق معروفه، وانت عاوز تختار طريق. لكن هنا بقى ده احتمال
تكون البطارية بايظة، احتمال الله أعلم، واحتمال يكون مفيش زيت، واحتمال يكون الاثنين، فالله أعلم بقى مين فيهم الايه اللي بايظ. نحل المشكلة دي ازاي؟ بيعمل ايه بقى عشان يحل المشكلة ديت؟ المشكلة ديت عشان تتحل بنروح جايبين دي المشكلة مثلا، بنحدد الستيتس دي زي ما انتم شايفين كده، ونروح عاملينها كأنها ستيتس في نتورك. النتورك ديت بنسميها بيز نتورك. بيز ده اسم شخص، فبنسميها بيز نتورك، هو اللي عمل الموديل ده. تمام؟ ليه عملنا كده؟ عشان نروح جايين هنا كده والبيز نتورك دوت موديل معين بنمشي بيه بخطوات معينه ثابته. فلما نحط البروبلم ديت نحولها لبيز نتورك نقدر نعمل كده ونقدر نعمل كده ونقدر نعمل كده ونقدر نعمل كده وما نشوفش ايه جوه النودز دي، نجردها منين؟ من الشكل بتاعها، ونحولها لمجرد نتورك عندها احتمالات وناخدها للموديل بتاع البيز نتورك نحل الاحتمالات دي. هي دي كل الفكره. فاهمين كده؟ تمام. يبقى القصه اللي بنتكلم عليها النهارده هي كومبلكس نتورك، مش فولي ديترمينست، مش فولي اوبزرف. هنعمل ايه؟ هنحولها لحاجه اسمها بيز نتورك، وبعد كده نحل بيها المشكله. طيب عشان نبدا في الموضوع ده، لاحظتوا ان انا عمال اقول احتمال احتمال احتمال، صح؟ عشان كده هناخد مقدمة في الأول على الاحتمالات، هنغطي بيها الاحتمالات. البيز نتورك قبل ما نبدأ في الاحتمالات هي عبارة عن مجموعة من النودز ومجموعة من الأركس. تمام؟ والنودز دي بنسميها راندوم فاريبلز، يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، هو راندوم فاريبل. ونسبة حدوثه أو إحنا هنبقى عارفين بعض النسب ديت. بس نسبة بس، يعني مش هتحصل 100%، تحصل بنسبة قد كذا. تمام؟ عشان كده سميناها random variable. والأركس بتوضح العلاقات بين النودز دي. تمام؟ ملحوظة كمان، لو قلنا لكل نود من دي ليه احنا محتاجين نعملها بيز نتورك؟ انت ممكن تقول لي المشكلة بسيطة، هات يا عم البطارية الأول نعمل لها اختبار وبعد كده نبص على عصاية الزيت، يعني اختبارات بسيطة خالص نقدر نعرف المشكلة في ايه، صح؟ فعلا المشكلة دي بسيطة بالنسبة للبروبلم اللي احنا موضحين بعض العيوب فيها، لكن لو كتبنا كل العيوب هتدوخ، صح؟ فلو فرضنا مثلا ان كل نود من ديت ليها احتمالين بس، يعني كل نود من دي يعني مثلا بالنسبة للزيت يا في زيت يا ما فيش زيت، كده كام احتمال؟ اتنين، صح؟ فلو عدينا عدد النودز دي هنلاقيهم كام نود؟ 12. يبقى عندنا كام احتمال بقى؟ يبقى 2 سوري انا كاتب اس 12، هي المفروض 2 اس 12. يبقى عندك الاحتمالات اللي هتطلعها من الرسمه دي بس هي 2 اس 12 احتمال. فديت بالنسبه للمشكله دي بس، تخيل بقى لو مشكله اكبر. يبقى الموضوع اصعب، عشان كده محتاجين لموديل. الموديل دوت اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله. تمام؟ دي حاجه واحد دلوقتي بيفكر يعني ايه كل نود من ديت فيها احتمالين بس، يعني الزيت احنا قلنا يا موجود يا مش موجود، لكن احنا ممكن نقول احتمالات ثانيه، الزيت موجود بس محروق، ما هو ملوش فايده برضه، صح؟ ممكن يكون الزيت موجود بس محروق، ممكن يكون في بنزين بس مخلوط بميه. دي كده ثلاث احتمالات، يا في بنزين يا ما فيش بنزين يا في بنزين بايظ، صح؟ فاحنا فرضين بس لو عندنا احتمالين بس لكل نود منهم، يبقى الاحتمالات ان توتال ان جنرال عندك احتمال 2 اس عدد الناس دي كلها، عدد الستيتس دي كلها. خلاص؟ فعشان كده بنحتاج موديل. طيب نبتدي بقى نعرف الاول البيز نتورك دي مستخدمه في ايه؟ البيز نتورك ليها ابلكيشنز كتيره جدا. في الدياجنوستيك زي ما احنا قلنا، في البريدكشن، في حاجه اسمها الماشين ليرنينج. الدياجنوستيك دي التشخيص، سواء بقى تشخيص اي حاجه، التشخيص في اللي هي في الحاجات الطبيه، تشخيص في الحاجات الميكانيكا، موضوع التشخيص عموما يعني. تمام؟
يا اما في البريدكشن الاستنتاج. مثلا الناس بتاعت المواقع اللي هي بتاعت زي سوق دوت كوم، سوق دوت كوم دوت مثلا هنتخيل هو مأجر سيرفرز، فالسيرفرز دي بفلوس، هو مأجرها بفلوس. فهو قال بس انا عندي يوم الحد مش ببيع كتير قوي، يعني مش لازم أأجر السيرفرز دي كلها، فيوم الحد مش هدفع ايجار السيرفر ده ومش عاوزه. طب يعرف ازاي ان يوم الحد فعلا هو مش محتاج السيرفر ده؟ فبيعمل بريدكشن، فهو مراقب مثلا عمليات البيع لمده شهر، واكتشف ان يوم الحد والاثنين عمليه البيع مش جامده، فبعد كده ان شاء الله الحد الجاي والاثنين الجايين مش هأجر سيرفرات ثانيه. لو انا كنت شغال ب 10 سيرفرات هشتغل ب 10 سيرفرز، هشتغل ب 8 بس وخلاص. فهمتوا الفكره؟ ده اسمه بريدكشن. زي الويزر مثلا، توقع الجو. انت بتعرف ازاي اللي بكره هتمطر؟ احنا بنراقب شويه فاكتورز كتيره جدا زي حركه الرياح، والرياح دي جايه ساقعه ولا جايه من انهي اتجاه، وفي سحاب في المكان الفلاني، فاكيد بما ان حركه الرياح في اتجاه السحاب دوت فاكيد هتخلي السحاب ده يجي هنا، ودرجه الحراره هتقل، فالسحاب ده هيتكثف وهتنزل امطار وحاجات زي كده. تمام؟ ده البريدكشن. في حاجه اسمها الماشين ليرنينج، وديت هناخدها فمفيش داعي نتكلم عليها دلوقتي. وفي طبعا في الفاينانس حركه البورصه ومش عارف ايه، مش عارف مين رئيس شركه ايه مات، فاحنا اكيد الاسهم هتنقص، الحاجات اللي انتم عارفينها. تمام؟ وبتستخدم في الروبوتكس طبعا، حركات الالات زي الحاجات اللي هم بيطلعوها الفضاء، ازاي تمشي في الفضاء وازاي تعمل الكلام دوت، زي مثلا الاله اللي هم عاملينها دلوقتي اللي هي بتتحرك زي الحصان بالظبط، حركه الحصان بالظبط، لو خبطتها بالجنب، طبعا دي موجوده على اليوتيوب، لو خبطتها بالجنب مش هتقع، هي لو اله هتقع صح؟ لكن هي بقى بتعمل حركه معينه كده عشان هتقدر تظبط رجليها اللي هي تتزن زي الحصان كده. لما تخبط الحصان تلاقيه بيظبط، لو انت زقيتك كده تلاقيه بتاخد خطوه لورا كده بطريقه معينه صح؟ ازاي تخلي الماشين هي اللي تاخد الخطوه دي؟ فده الروبوتكس، شغل الروبوتكس. او في الاي اي ادفانسد تكنيكس، يعني التكنيك دوت بيستخدم في الابلكيشن ديت، وكمان بيستخدم في تكنيكس ثانيه بتاعه الاي اي. زي ايه التكنيكس دي؟ زي حاجه اسمها بارتيكل فلترز، فلترز، وزي كالمان فلترز، وزي الهيدن ماركوف تشين، والابلكيشن بتاعه الهيدن ماركوف تشين مش مشكله التفسير بتاعها خلاص. يبقى البيز نتورك دي تستخدم في حاجات مهمه جدا، سواء ابلكيشن ليها ابلكيشن وهي بتستخدم فيها لوحدها، او سواء هي بتستخدم في تكنيكس ثانيه اصلا في الاي اي. يبقى مهمه ولا لا؟ تمام. يبقى احنا الجزئيه دي هتمشي ازاي؟ هنعرف معلومات على البروبابيلتي، مراجعه على البروبابيلتي، وبعد كده هنعرف ازاي نكون البيز نتورك، وبعد كده هنعرف ازاي نحلها. دي الجولز اللي احنا عاوزين نوصل. في فردين كده احنا هنمشي بيهم، هنفرض اللي احنا دايما عندنا الفردين دول عشان يسهلوا لنا الفهم. هنفرض اللي عندنا دايما الايفنتس او الفاريبلز هي باينري ايفنتس ليها احتمالين، وهنفرض سيمبل نتورك كده، مش هنفرض نتورك كبيره عشان اول جزئيه البروبابيلتيز هنراجع عليها بسرعه كده. البيزكس لو عندك مثلا دي حاجه مشهوره طبعا اللي هو بيسموها الكوين بروبلم، عندك كوين ورمتها احتمال تطلع هيد ولا تيل؟ الاحتمالين ايه؟ لو الكوين ديت مظبوطه فير، يعني الحواف بتاعتها مظبوطه، يبقى احتمال اللي هي هيد واحتمال اللي هي فير مجموع الاحتمالات عموما قد ايه؟ واحد، يا يطلع هيد يا يطلع تيل، ما عندكش اختيارات ثانيه صح؟ طب احتمال الهيد بس لوحده ايه؟ بما ان الكوين دي مظبوطه مش بايظه يبقى احتمال الهيد نص، وبما ان احتمال الهيد نص ومجموع الاحتمالات واحد يبقى اكيد احتمال التيل ايه؟ نص. مفهومه دي طبعا. تمام. لان احنا عندنا فير كوين. خلاص كده؟ طب لو انا قلت لك بقى احتمال الهيد 25% يبقى احتمال التيل قد ايه؟
خمسة. ليه بقى؟ لان انت عارف ان مجموع الاحتمالات ايه؟ واحد. بس ده معناه ما ان الهيد احتماله 25%، يبقى الكوين دي مش فير، الكوين دي ملعوب فيها. الكوين دي مثلا الحافه بتاعتها معموله فيها كحت او حاجه من زاويه معينه بحيث ان هي ايه؟ تقع. صح كده؟ تمام. طيب في كونسبت اسمه اندبندنت ايفنتس. يعني ايه اندبندنت ايفنتس؟ يعني لو هترمي الكوين دي هتعمل اكتر من تجربه ورا بعض، مش تجربه واحده. يعني هترمي الكوين مرتين ورا بعض. خلاص؟ يبقى المره الاولانيه دي تجربه والمره الثانيه تجربه ثانيه. طيب هو لما انا ارمي الكوين في الاول هيطلع لي هيد او تيل. الكلام ده هيأثر لما امسك الكوين وارميها تاني؟ يعني انا مثلا لو طلع لي هيد في الاول هيأثر على التجربه اللي بعديها؟ مش هتأثر على احتمالات التجربه اللي بعديها. الرميه الاولانيه بعيده خالص عن الرميه الثانيه، صح؟ تمام؟ دوت بيسموه اندبندنت ايفنتس. اندبندنت ايفنتس. فمثلا لو رميت الكوين ثلاث مرات، لو انا عندي كوين دي رميتها ثلاث مرات يبقى عملت التجربه عدتها ثلاث مرات، احتمال ان انا يطلع عندي هيد 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 يساوي قد ايه؟ لو انا مسكت الكوين رميتها ثلاث مرات كام؟ هي بتقول 1 على 16. طب ايه رايكم نيجي نرسمها؟ مش احنا ينفع نقول الاحتمالات كلها؟ لو انا رميت ثلاثة كوين احتمال يطلع لي يا هيد 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 يا هيد هيد تيل يا هيد تيل يا هيد تيل تيل وهكذا، صح؟ احنا رسمناها بالمشاهدة دي بالمشاهدة. يعني احنا كتبنا كل الاحتمالات، صح؟ يبقى لما الاحتمال بقى اللي هم يطلعوا الثلاثة هيد بيساوي قد ايه؟ 1 على 8، صح؟ اهي 1 على 8. تمام؟ فعلا 1 على 8. طيب احتمال اللي انا بقى هرمي الكوين اربع مرات مش ثلاثه، اربع مرات مش ثلاثه، وعاوز ايه احتمال اللي الاربعه يكونوا زي بعض؟ يعني ايه الاربعه يكونوا زي بعض؟ يعني الاربعه هيد او الاربعه ايه؟ تيل. طيب دي نعملها ازاي؟ طبعا بالمشاهده. هنرسم برضو كل الاحتمالات، فهنلاقي ان عندنا صفين اهم، صف الاولاني خالص هو اللي فيه كله زي بعضه، واخر واحد هو اللي كله زي بعضه. وبما ان عدد الصفوف دول 16 يبقى الاحتمال 2 على ايه؟ 16. دي بالايه؟ بالمشاهده. انت كتبت كل الاحتمالات. تمام. تجربه ثانيه بيقول لك ايه بقى احتمال التجربه اللي فاتت دي مش يطلع كله مستوي متساوي، لا عاوز يكون على الاقل 3 هيد، يعني 3 هيد او 4 هيد. الكلام دوت بيبقى نعمله ازاي؟ برضه بالمشاهده. لو بصينا كده، بس الفرق بين التجربه دي والتجربه اللي قبليها ان الترتيب مش مهم. يعني ممكن يطلع لك هيد 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 تيل او هيد هيد تيل هيد، بس المهم يطلع في التجربه كلها 3 هيد او 4. لو عديت بالمشاهده هتلاقيها كام؟ 5. طب لو عندك تجربه ثانيه عاوز رميت الكوين 17 مرة، ترمي الكوين 17 مرة، يعني يكون عندك كم احتمال؟ هترسم الاحتمالات كلها؟ اللي هي 2 أس 17، فعلا هتكتبهم ازاي دول؟ هيبقى صعب اللي انت ترسم الاحتمالات كلها، صح؟ فاحنا عاوزين نعمل قانون، عشان كده عملوا قانون اللي هو بتاع ايه بقى؟ الاندبندنت ايفنت رولز. القانون ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك أول حاجة فيه الجوينت بروبابيلتي. يعني ايه جوينت بروبابيلتي؟ يعني انا لو قلت لك لو انت عندك اثنين ايفنت والاثنين دول اندبندنت، بنكتب ازاي اللي هم اندبندنت؟ بنكتب اكس العلامه اللي هي اللي انتم شايفينها دي، واي دي معناها اكس واي ايه؟ اندبندنت. اذا احتمال حدوث اكس واي بيساوي احتمال حدوث اكس بس في احتمال حدوث ايه؟ واي. تمام؟ نطبق الكلام دوت عملي. في التجربه اللي فاتت
هو احتمال الهيد بيساوي قد ايه؟ نص، يبقى احتمال 3 هيد نص في نص في نص هو بيساوي قد ايه؟ 1 على 8. يبقى احنا جبنا النتيجه من غير ما نرسم كل الاحتمالات. كل المعلومات اللي عندنا ايه؟ الاحتمال الهيد بس بيساوي ايه؟ نص. فهمت الفكره؟ تمام. يبقى عملنا قانون، مش محتاج ترسم الاحتمالات. يبقى لو قلنا التجربه اللي فاتت تاني اللي هي بتاعت الاربعه يطلعوا متساويين، عشان الاربعه يطلعوا متساويين اللي هم مين؟ هيد 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 او تيل 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 تيل، يبقى احتمال بي اوف هيد 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 زائد بي اوف تيل 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 تيل. طب احتمال بي اوف هيد 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 بس لوحدها بكام؟ هيساوي نص 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 نص، يبقى 1 على 16 زائد 1 على 16 هيساوي كام؟ 2 على 16 اللي هي كام؟ 1 على 8. فهمتوا الفكره؟ يبقى مش محتاج تعمل المشاهده كلها. خلاص؟ دوت بالنسبه لايه؟ الاندبندنت ايفنتس. في حاجه كمان بقى، قانون الكومبلمنت عادي نفس الطريقه. المثال اللي هو قبل كده اللي هو على الاقل 3 هيبقى عندك، انت هتبقى عارف كده ما ان الترتيب مش مهم، هيبقى عندك هتساوي احتمال بي اوف هيد 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 تيل زائد هيد هيد تيل هيد زائد هيد هيد زائد هيد تيل هيد هيد زائد تيل هيد هيد هيد. تمام؟ وتمسك كل ترم منهم هو عباره عن بيساوي قد ايه؟ هيبقى 1 على 16 زائد 1 على 16 زائد 1 على 16 زائد 1 على 16 زائد 1 على 16 اللي هو هيطلع 5 على 16، نفس القصه. خلاص؟ ايه بقى حكايه الجزء الثاني من القوانين بتاعت الاندبندنت ايفنت اللي هو الكومبلمنت؟ بيقول لك الكومبلمنت الاحتمال حدوث، لو انت عندك احتمال حدوث الهيد وعاوز تجيب احتمال حدوث التيل هيساوي 1 ناقص ايه؟ احتمال حدوث التيل. تمام؟ ديت مفهومه طبعا مش محتاجه ايه؟ تفسير، احنا قلناها دوت اللي بيسموه كومبلمنت. طيب نيجي ننقل لجزئيه ثانيه. الديبندنت ايفنتس. يعني ايه الديبندنت ايفنتس بقى؟ الديبندنت ايفنتس يعني التجربه الثانيه تكون فعلا معتمده على التجربه الاولانيه. ازاي؟ هنفرض ان انا عندي كوين فير، كوين كويسه كده، وعندي شويه كوينز ثانيه بقى مش فير، وعلى اساس الكوين الكويسه دي لما ارميها لو طلعت لي بهيد اختار كوين من الباكج دي، لكن لو طلعت لي بتيل هختار كوين ثانيه. تمام؟ في الحاله دي اختيار الكوين او التجربه الثانيه معتمد على ايه؟ على التجربه الاولانيه. عشان كده بيسموها الايه؟ ديبندنت ايفنتس. تاني، عندي كيسه فيها مجموعه من الكوينز، حطها على جنب كده، وعندي كوين معايا اهي، هروح رامي الكوين دي، لو طلعت بهيد اروح مختار كوين منين؟ من الكيس. انما لو طلعت تيل اختار كوين تانيه خالص. دوت اسمه ديبندنت ايفنتس. يعني اختيار او التجربه الثانيه معتمده على الايه؟ على الاوتبوت بتاع التجربه الاولانيه. خلاص؟ فمثلا هنتخيل الاكس 1 هي فير كوين، انما اكس 2 هي هنختارها من مجموعه من الانفير كوينز، بحيث ان انا لو طلع لي هيد في الكوين الاولانيه هتبقى الكوين التانية اللي احتمال بتاعها 9 من 10 اللي هي تطلع هيد. يعني هنختار كوين كده تانية لما نرميها يطلع احتمال الهيد بتاعها بقد ايه؟ 9 من 10. انما لو طلع لي في الكوين الاولانية تيل هنختار كوين تانية خالص احتمال حدوث التيل فيها بيساوي 8 من 10. ده معناه ايه؟ معناها ان لو طلع لي هيد احتمال الكوين الثانيه اللي هنختارها هيبقى الهيد بتاعها 9 من 10، يبقى التيل بتاعها قد ايه؟ 1 من 10. يبقى الكوين الثانيه هنا احتمالاتها 9 من 10 او 1 من 10. انما هنا بقى 8 من 10 او 2 من 10، اثنين كوين مختلفين. خلاص كده؟ بس الكوين الثانيه اختيارها معتمد على ايه؟ على الكوين الاولاني.
بنكتب الكلام ده ازاي اللي هي معتمدة على الكوين الاولانية؟ بنكتبها كده probability of x2 بتساوي head given ان x1 بتساوي ايه؟ head. خلاص كده؟ تمام. فانا لو قلت لك بقى مش الشكل اللي انت شفته ده، احتمال الاكس 2 بتساوي هيد دلوقتي بيساوي قد ايه بقى؟ ها فكر كده كويس، لان اكس 2 دلوقتي مش كوين واحده، اكس 2 معتمد على ايه؟ على الكوين اللي قبليها. دلوقتي انا بقول لك احتمال اكس 2 عموما، ما هي اكس 2 ممكن تكون الكوين دي وممكن تكون الكوين دي. اه نعملها ازاي دي بقى؟ اه قولي كده. برافو عليك. يعني احنا لازم نحسب احتمالها بالنسبه، هي الكوين الاولانيه طلعت بهيد ولا بتيل؟ ما نقدرش نقول الكوين اكس 2 بهيد دي قيمه ثابته، ما نقدرش نقول كده، ده هي معتمده على مين؟ على الكوين اللي قبليها. نكتبها ازاي الكلام دوت؟ دي جت ازاي؟ هي تطلع فعلا 55%. نعملها ازاي دي بقى؟ هقول لك انا. هي بتساوي احتمال ان الكوين الاولانيه بهيد في احتمال ان الكوين الثانيه بهيد في حاله ان الكوين الاولانيه بهيد، زائد احتمال ان الكوين الاولانيه بتيل في احتمال الكوين الثانيه بهيد في حاله ان الكوين الاولانيه بتيل. بص عليها شويه وانت هتفهم. ايوه، اللي هي هتطلع بكام؟ نص في 9 من 10 زائد نص في 2 من 10. تمام؟ لا مش على 2 ولا حاجه، هي كده بس. نص في 9 من 10 زائد نص في ايه؟ في 2 من 10. دي جت ازاي؟ بصوا فيها وركزوا وقولوا لي. انا قصدي القانون اللي انا كاتبه ده عباره عن ايه؟ هقول لك انا. هو بيقول لك ايه احتمال ان الكوين الثانيه تطلع هيد؟ وانا قلت لك الكوين الثانيه اختيارها هيطلع على اساس مين؟ الكوين الاولانيه. يبقى انت لازم تفرض حته جزئيتين للقانون. الجزء الاولاني هي الكوين الاولانيه طلعت ايه؟ هيد ولا تيل؟ اهو يبقى تفرض اللي هي مره هتطلع هيد ومره تطلع ايه؟ تيل. يبقى لازم تفرض الحتتين دول، صح؟ ماشي. بالنسبه بقى للكوين الثانيه اللي هي تطلع هيد، هي احتمالها تطلع هيد بالنسبه للكوين الاولانيه في حالة ان الكوين الاولانية تطلع هيد، واحتمال الكوين الثانية تطلع هيد في حالة الكوين الاولانية تطلع ايه؟ فهمتوها؟ تمام كده؟ النص دوت جاي اللي هو الاحتمال بتاع اكس 1 بتساوي هيد، والتسعة من عشرة اللي هو الحتة دي، دي التسعة من عشرة. والنص الثاني احتمال ان الاكس 1 بتيل. انما الاثنين من عشره احتمال ان اكس 2 بهيد في حاله ان اكس 1 بتيل. لكن احنا عندنا هنا ايه؟ اللي هي دي تيل في حاله ان دي بايه؟ بتيل. احنا مش عاوزين الترم ده، احنا عاوزين مكملته اللي هي هيد في حاله ان دي تيل. عشان كده جبناها بكام؟ 2 من 10. خلاص؟ دي بيسموها الديبندنت ايفنتس. دي بيسموها الديبندنت ايفنتس، وبيسموا اللي اكس 1 بيسموها الكونديشنال فاريبل، واكس 2 والبي اوف اكس 2 بيسموها الكونديشنال بروبابيلتي. خلاص؟ طيب خدوا راحه خمس دقائق.